أهلا بكم من جديد. تتنوع المقابلات الفنية مع التركيز على مجالات مختلفة من الخبرات والمحتوى، وهذا يتوقف على طبيعة الوظيفة المطلوبة. الغرض من الأسئلة المستخدمة في المقابلة هو تحديد مستوى طلاقتك وخبرتك في التعامل مع جانب محدد من التكنولوجيا أو الأدوات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالدور الوظيفي المستهدف. على سبيل المثال، إن كنت تسعى للحصول على وظيفة محاسب مبتدئ، فعلى الأغلب أنك سوف تتلقى الأسئلة التي تتعلق بكفاءتك في استخدام برامج المحاسبة ومايكروسوفت إكسل. كذلك الحال إن كنت تسعى للحصول على وظيفة مبرمج حاسوب، فإن صاحب العمل سوف يكون معنياً في معرفة لغات البرمجة التي تستخدمها، لأن ذلك دلالة على أنك تمتلك بالفعل المهارة المطلوبة للقيام بهذه المهمة. حتى لو لم يكن لديك علاقة مباشرة في هذا المجال، نقترح بشدة الإصغاء جيداً لهذه المحاضرة، وذلك من أجل معرفة المزيد من الحيل لبناء وتعزيز مهاراتك في إجراء المقابلات. في هذه المحاضرة سوف نركز بشكل أكبر على المقابلات التي هي ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات، كون أنها هي حالياً مزدهرة بوتيرة لا تصدق، مع قلة احتمالية تباطؤها. السؤال الأول الذي من خلاله سوف يحاول صاحب العمل ممارسة بعض الضغوط عليك يكمن في تعداد المهارات أو لغات البرمجة التي لم يتم ذكرها في السيرة الذاتية. على سبيل المثال، قد تذهب إلى المقابلة وأنت على ثقة بأنك قادرا على إقناعهم بمشاريعك المرتبطة بلغة البرمجة جافا أو HTML، ومع ذلك إذا ذكر لك الشخص الذي يجري معك المقابلة لغة أو أداة معينة ليس لديك الخبرة في التعامل معها، ومن ثم سألك في حال أننا نستخدم بعض البرامج التي لا تمتلك الكفاءة للتعامل معها، كيف ستكون قادرا على أداء عملك وأنت لا تدرك كيفية استخدام هذه البرامج؟ هذه مسألة صعبة بالتأكيد، ولكن كغيره من الأسئلة الجيدة هو من الأسئلة المفتوحة التي ليس لها إجابة محددة، حيث يتيح مجال للنقاش، وهذا النقاش يجب أن يكون مثمر لتتمكن من إثبات وجهة نظرك. من المفترض أن تكون الإجابة نعم لتتوافق ما تبينه سيرتك الذاتية. ليس لديك الخبرة العملية المباشرة في العمل مع هذا الجانب من التكنولوجيا المشار إليه، ومع ذلك أنت متحمس لقبول هذه المواقف كونها تحديات جديدة بالنسبة إليك، وستكون سعيد جدا بالحصول على التدريب ومعرفة وظائف البرنامج من أجل إضافة قيمة إلى عمليات العمل. قد تدعم موقفك أيضا بقولك أنك قادر على التكيف بشكل كبير مع كافة التغييرات التي قد تطرأ، سواء التقنية وغير التقنية، وأن قدرتك على سرعة التعلم تمنحك مزيدا من التميز عن المرشحين الآخرين. في الختام يمكنك أن تضرب مثالا عمليا يظهر كيف تمكنت من تعلم برامج أو لغة برمجة جديدة خلال فترة محدودة من الزمن لمشروع معين، وبالتالي ليس لديك شك أن مساهمتك النهائية سوف تكون ذات قيمة كبيرة لصاحب العمل. السؤال الثاني الذي سوف نتناوله الآن هو محاولة الشخص الذي يجري معك المقابلة التعمق في معرفة أهدافك وتطلعاتك المهنية. من أجل تحقيق هذا الهدف عادة ما يكون هذا السؤال حاضرا: ماذا تريد أن تفعل؟ هو أحد الأسئلة التي تتكرر بشكل كبير استنادا إلى توجهات الشخص الذي يجري معك المقابلة، وبالتالي فإننا نوصي وبشدة الإعداد لذلك باهتمام مبالغ. التفاعل الجيد مع هذه الحالة من شأنه التعبير عن اهتمامك في الهدف الأساسي الذي هو في الواقع يتوافق مع الوظيفة التي تقدمت للحصول عليها. على سبيل المثال، مطور موقع إلكتروني يحاول الحصول على وظيفة ذات صلة بحيازة الأصول لقسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة. ربما لن يكون قادرا على إقناع الشخص الذي يجري المقابلة حول قدرته بأنه الشخص الأنسب لهذه الوظيفة. بدلا من ذلك، ركز على العناصر الرئيسية للوظيفة التي تصبو إليها، وعبر عن اهتمامك في المسؤوليات الأساسية مثل المساعدة في تقديم الدعم الفني على نطاق الشركة، تحسيس سياسات أمن المعلومات، وقيادة التميز في التخطيط لمواجهة الكوارث من أجل ضمان حماية بيانات الشركة القيمة وأصول التكنولوجيا. إضافة إلى ذلك، جد لنفسك مكانا للتطور والنمو في هذا المجال، فإنه نظرا للنتائج التي حققتها سوف تكون قادرا على تقديم أدلة قوية على مكانتك كرائد ومعلم، وبالتالي تحسين الأداء بشكل عام عبر الفريق المكلف والذي من المحتمل أن تقوم بإدارته في المستقبل. ادعم قيم وأهداف الشركة التي تتماشى بشكل جيد مع قيمك وأهدافك، وكن واثقا أن فرص التنمية والبحوث المتاحة يمكن استخدامها لمساعدتك على التعلم باستمرار ومشاركة معارفك المكتسبة مع الآخرين بفعالية. أخيرا، لا تنسى أن تختم إجابتك بالتنويه مرة أخرى بأنك عضو فريق رائع، وأن ثقافة الشركة سوف تكون تجربة رائعة وبناء عمل مناسبة لك. بطبيعة الحال، احرص ألا تبالغ لكي لا تفهم حماستك للعمل على أنها استجداء لهذه الوظيفة.
عليك أن تتمكن من إقناع صاحب العمل بأن لديك المهارات والكفاءات ذات القيمة العالية وبأنك تدرك جيدا مواطن قوة المهنية، وبالتالي لا تقبل على الإطلاق عرضا للعمل على الفور، ولا تبالغ في تقييم قدراتك أو تتعدى حدودك الأخلاقية كوسيلة لإقناع الشخص الذي يجري معك المقابلة بأنك سوف تفعل ما في وسعك لتصبح جزءا من مؤسستهم. التفاني والثقة هي صفات جيدة لإظهارها، ولكن الإحباط والحماس الزائد هم عكس ذلك تماما. لدى الانتقال إلى السؤال الثالث، نجد أن مدراء الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات يعملون على تقييم مستوى المرشح بما يمتلكه من البرامج أو البرمجيات عن طريق طرح أسئلة. على سبيل المثال، ما هي لغة البرمجة المفضلة لديك؟ الغرض من مثل هذه الأسئلة هو التحقق من مستوى المرونة التي يمكن أن تقدمها إن حدث وعينت في هذه الوظيفة، والتي تتضمن تعرضك ومواجهتك لأدوات أخرى من التكنولوجيا. المرشحين الذين يظهرون جمودا هم على الأغلب يعتمدون على لغة برمجة واحدة فقط، وهذا من شأنه استبعادهم لأنهم بحاجة إلى الكثير من الدعم والإقناع لتوسيع آفاقهم وقبول الفوائد التي يمكن للغات والبرامج الأخرى أن توفرها. الإجابة الجيدة تكمن في الرجوع إلى إحدى لغات البرمجة التي تمتلك فيها ما يكفي من الكفاءة، مع مزيد من التوضيح بأنك بالفعل تدرك أنه لا يمكن تطبيق مزايا هذه اللغة على جميع المشاكل التي قد تظهر في القسم. أضف أن لديك خبرة في العمل مع أدوات لغة أخرى، بأنك مستعد وقادر على استثمار الوقت والجهد في تطوير قاعدة المعرفة الخاصة بك فيما يتعلق بالبرامج الأخرى حتى تتمكن حقا من إنجاز أفضل الحلول وأكثرها فاعلية لهذه المشاكل. يركز الموضوع التالي خلال المقابلة على حقيقة أن التكنولوجيا في تطور مستمر، وأن هناك تطورات سريعة تحدث بشكل يومي، ينبغي على المرشح القوي مواكبتها للتأكد من الاستفادة التي تجنيها شركتهم من أفضل الممارسات والأدوات المتاحة في هذا المجال. لهذا السبب، فمن المحتمل أن يسألك صاحب العمل كيف تبقى على اطلاع دائم بالتغيرات التي تطرأ على التكنولوجيا. تسهل الإجابة على مثل هذا السؤال، وإن كنت صادقا بأنك الأفضل في هذا المجال بشأن المهارات والمعرفة التقنية، فإن الإجابة على هذا السؤال سوف تتبادر إلى ذهنك بشكل طبيعي تماما. من الاستراتيجيات المقترحة لإعداد إجابة مناسبة هي تسليط الضوء على الفوائد التي تتحصل عليها من قراءة المدونات والمنتديات والمجتمعات الإلكترونية، وخاصة تلك التي تدار من قبل لاعبي القطاع الرئيسيين المسؤولين عن البحث والتطوير في التقنيات الجديدة على نطاق واسع. نوه بأنك معتاد على متابعة الإصدارات الجديدة من البرامج التي عادة ما تستخدمها، وأن اكتساب الكفاءة مع الميزات الجديدة والتحديثات الصادرة هو دائما تحدي جديد تستمتع فيه وتستمتع للتصدي له. شدد كذلك بأنك تثق تماما أن الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا قد يحقق فوائد وتحسينات كبيرة في التكاليف من حيث تطوير المنتجات لصالح الشركة، وبالتالي حدد الصلة القوية بين الشركات التي تقود الحصة السوقية على أساس أدائها مع الكفاءة التي بدورها تجعل الشركة قادرة على التكيف مع التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا. السؤال الخامس الذي قد تواجهه أثناء مقابلتك الفنية هو: ما الذي تبحث عنه في وظيفتك المقبلة؟ يهدف هذا السؤال إلى اكتساب مزيد من المعلومات حول الاهتمامات والطموحات الشخصية. إحدى الطرق للإجابة على هذا السؤال بطريقة غير منظمة وغير مثيرة للإعجاب هي القول بأنك تبحث عن جني المزيد من المال أو المنافع. هذا يعطي صاحب العمل فكرة بأنك تتطلع إلى المكاسب أو الامتيازات النقدية، وأن الالتزام الصادق بأنك العامل المؤثر بين النجاح التنظيمي هو الأرجح ليس ما هي نواياك الحقيقية. من ناحية أخرى، بإمكانك الرد على هذا السؤال بطريقة عملية من خلال التشديد على فرص وإمكانية النمو في الشركة. عبر كم أنت مهتم حقا في أن تصبح جزءا من هذه الشركة نظرا لسمعتها المثيرة وكونها تعمل بشكل كبير على تقديم الدعم لموظفيها، تحديد الأولويات النشطة للتعلم والعمل الجماعي والابتكار كجزء من ثقافتها. إن الشركات التي تعنى برعاية وتعزيز الكفاءات لموظفيها عن طريق عقد دورات تدريبية منتظمة وورش عمل وبرامج إرشاد هي دائما أكثر فعالية في اجتذاب أفضل الباحثين عن العمل في السوق. ولهذا السبب لابد من أن تتمحور إجابتك على رغبتك في تطوير مهارتك من خلال التطبيق العملي والنمو، وبالتالي الاعتراف والتقدير للمساهمات التي تبذلها. لا تنسى أن تنوه مع ذكر الأمثلة بأن لديك سجلا حافلا في استخدام مواطن القوة التقنية والتحليلية الخاصة بك لحل المشاكل المعقدة التي يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة للمؤسسة. أخيرا، حتى تقيم الاستراتيجية التي تستخدمها لضمان أن المخرجات تتماشى مع معايير الشركة، قد يطرح عليك الشخص الذي يجري المقابلة السؤال التالي:
كيف يمكنك ضمان مستوى نتائجك؟ لابد من الإعداد لهذا السؤال بدقة، حيث أن الإجابة ينبغي أن تكون مدروسة ومنهجية. قد يكون ذلك بالتركيز على استخدام خطة تتضمن مجموعة متقنة من المتطلبات تتناسب مع إطار العمل المطلوب، وبانتباه ضبط نوعية المخرجات حيث تلبي مختلف المراحل القائمة على جدول المهام. بين أن ضمان الجودة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لك، ذلك لأن المخرجات هي الانعكاس المباشر عن العمل والجهد الذي تبذله، وبالتالي عليك التأكد بأنك تمتلك خطة صلبة وبرنامج ضمان حول جودة المشروع وأدوات الجودة، وذلك لغرض الاستخدام الأمثل لأدوات المنهجيات نحو الحفاظ على أصول ومصالح الشركة ورضا العميل. تكنولوجيا المعلومات هي مجال تحتدم فيها المنافسة، وحتى الهفوات الصغيرة يمكن تؤدي إلى مكاسب كبيرة للمنافسين. لهذا السبب من المهم جدا أن تبين بأنك لن تساوم أبدا على الجودة حتى تلبي مواعيدك النهائية، وأن لديك المهارات اللازمة لضمان أن جودة التسليم هي دائما على قدم المساواة مع أفضل معايير المجال. مع هذه النصائح والحيل في متناول اليد، أنت الآن على استعداد للتعامل مع الأسئلة الفنية خلال المقابلات. نحن واثقون من قدرتك على الذهاب إلى المقابلة والتفوق بها. نحن ننصح باستخدام المادة التدريبية رقم 4 لإعداد إجابات نموذجية على الأسئلة التي تمت مناقشتها. نتمنى لكم حظا سعيدا، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة لمناقشة بعض الأسئلة الشائعة حول الوظائف الإدارية.